طيب دلوقتي نروح نشوف مع حضراتكم فيديو انتشر على السوشيال ميديا فيه طاقة إيجابية كده. الفيديو ده طبعا لسيدة كانت في طريقها لتأدية مناسك الحج وهي راكبة في الأتوبيس اللي بينقل الحجاج. قررت إن هي تغني أغنية فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا افتحي البوابة يا فاطمة دابوكي دعينا. في الحقيقة يا شاذلي الفيديو ده انتشر جدا بشكل كبير على كل منصات السوشيال ميديا وتفاعل معاه عدد كبير من الرواد واللي وصفوا هذه السيدة الجميلة بأجمل الكلمات الدالة على روحها الطيبة. خلونا نشوف بقى الفيديو مع بعض عامل ازاي. النبي يا احمد.